بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. يعني قبل أي كلام أحب أبارك لحضراتكم وأحمد ربنا وأشكر فضله على رفع المحاذير والقيود من على ضريح مولانا الإمام الحسين ورفع يعني الأحبال الحمراء و يعني إبعاد الحرس وتقليل احتكاكه بالجمهور وبالزائرين والمحبين والسماح للزائرين بالتبرك بالمقام الشريف إلى آخره. فالحمد لله رب العالمين. النهاردة يعني قبل ما أدخل التسجيل وصلني الخبر وشفت الصور وشفت الفيديوهات. نقلا عن أحد الأصدقاء المقربين. وبشكر ربنا سبحانه وتعالى ان احنا كنت انا والدكتور محمد عيسى داود ويعني احد الذين ساهموا في النداء برفع هذه القيود سواء في البرنامج او من خلال منشوراتنا على الفيسبوك سواء الشخصية او العامة من خلال صفحة القناة. وأحب أوجه الشكر والتحية والتقدير لكل الأصدقاء اللي تفاعلوا مع الأمر وانفعلوا لأجله ويعني أمدونا كانوا بيمدونا بالأخبار وكانوا بيمدونا بصور بيمدونا بفيديوهات وكانوا بينشروا مطالبين ومنادين برفع هذه القيود. وأشكر كل إنسان أعرفه أو معرفوش ساهم في هذا الأمر وأعتبر أن اللي حصل ده يعني تاني بشرة وتاني بشارة وتاني يعني إشارة بالخير من بعد صلاة العيد بأن المصريين قادرين على إن هم يفردوا كلمتهم ويقولوا نحن هنا إذا أرادوا. إذا أرادوا طبعا. يعني كتير من حضراتكم كان بيرسلني في الفترة الأخيرة أنا ليه مش بظهر لوحدي في فيديوهات منفردة أو ليه اتأخرت في الحلقة الأخيرة من العبث والعابسين وليه مش بقدم حاجة جديدة وليه توقفت عن حلقات السحر إلى آخره. بصراحة يعني عدم ظهوري لوحدي ده راجع أصلا إن أنا يعني متضايق من حاجة كتير. يعني الوضع العام كله مضايقني وعندي ضيق في صدري شديد وكبير وبالتالي بحاول ان انا اقلل من كلامي عشان يعني ما يخرجش مني كلام يعني مش في وقته ف يعني ايه يعني السكوت افضل. يعني دي حاجة. الحاجة التانية يعني الوضع العام في ضيق كبير يعني مخلي الواحد اصلا مش عاوز يتكلم مش عاوز يعني بيفضل العزلة يعني. ويمكن ده راجع ان انا في الفترة الاخيرة دي تقريبا مش بتواصل مع اي حد خالص. يمكن حتى اقرب الاقربين واصدق الاصدقاء زعلانين ان انا مش بتواصل يعني ف انا بعتذر لهم من يعني من هنا يعني وارجو ان هم يقبلوا اعتذاري ده لان انا فعلا حقيقي يعني اشعر بـ 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 بشيء جاثم على صدري يعني شيء كبير. فالله مستعان يعني ربنا ييسر الامور كده وايه ويزيح الغمه. اما حلقه النهايه فحلقه النهايه محتاجه صبر محتاجه صبر شديد عشان هي هتبقى دسمه للغايه صادمه للغايه هتبقى عبارة عن بازل بنجمع أجزاؤه. يعني هنقعد كده نجمع أجزاؤه مع بعضين عشان نرسم بانوراما معينة كده هتورينا حقائق كتير قدام عينينا واضحة بقى واضحة بأدلتها يعني أدلتها صوت وصورة أدلتها صوت وصورة صوت وصورة مش تسريبات بقى لا دي حاجات اتنشرت قدام عينينا وحاجات بابليك وكل حاجة بس محدش انتبه لها ولا حد ربطها على الرغم من صراحتها ومن شدة وضوحها ومن ان هي مش ملغزة ولا غامضة ولا اي حاجة خالص بس يعني ما علينا كل حاجة في وقتها ان شاء الله وكل حاجة هتطلع وهنتكلم فيها. اما بقى العيال وال مش عايز اقول مش عارف اسميكم يعني هم نوع من الاناث بس مش عارف اسميهم يعني مش عايز اقول لفظ معين عشان خاطر بس ايه ما اخدش حياء المشاهد يعني
وهو اللفظ ينطبق عليكم كحريم وكرجاله. بتوع بقى التخوين واحنا وانت اتكشفت واحنا معانا تسجيلاتك واحنا معانا مش عارف ايه، انت عبيط يلا، انت عبيط انت وهي، يعني انت وهي هطل. بص يا ابني انت يعني انت وهي باللي بيدوروكوا كلكوا بتناموا على بطنكوا خلاص بالاخر يعني. ودي حاجه انا شخصيا عارفها كويس يعني، عارفها من زمان مش من جديد يعني. فاخرصوا ولموا لسانكم، لو في خونه هيبقى انتوا، لو في عملاء هيبقوا انتوا، لو في ناس عليهم تسجيلات هيبقوا انتوا. انتوا بقى واللي مدورينكم واللي مشغلينكم ها واللي راكبينكم. كمش دعوا بينا ومتعوشوا ايه ترموا كلام مستفز يخلونا نفتح عليكم النار. وانتوا مش قدها، انتوا اجبن واتفه واصغر من ان انتوا يتفتح عليكم النار. لكن هي كل حاجة ليها ايه وقت واوان، كل حاجة ليها وقت واوان. الاحداث الجارية في القدس دلوقتي اعتقد ان يعني العبد الفقير الى الله كان من اوائل، مش هقول اول واحد لكن من اوائل الناس اللي نبهوا لامر القدس. من اكتر من سنة وكم شهر انا يعني قلت ركزوا مع القدس، القدس هي محور الاحداث، القدس هي حجر الزاوية، القدس هي الشرارة اللي هتفجر الوطن العربي ككل. بعيدا بقى عن ما سيحدث في الخليج، ما سيحدث في وادي النيل، ما سيحدث في شمال افريقيا، كل ده على جنب دلوقتي. القدس هي حجر الزاوية، القدس هي اللي هتحرك الاحداث في مصر، هي اللي هتحرك الاحداث في الشام، هي اللي هتحرك الاحداث في العراق، هي اللي هتحرك الاحداث في الجزيرة، هي اللي هتحرك الاحداث في شمال افريقيا. الفرج مع القدس. بمعنى ايه الفرج مع القدس؟ ان الفرج ده محتاج لايه؟ ليقظة، لاستيقاظ، لنوبة صحيان. فنوبة الصحيان دي هتكون مع القدس. فركزوا مع القدس من فضلكم، سيبكم بقى من اي كلام تاني، وسيبكم من ايه، من الغلوشة او محاولة يعني ايه تسليط الضوء او سحب الفكر تجاه اي عناوين اخرى، تجاه اي عناوين اخرى. ركزوا مع القدس من فضلكم، وتابعوا الاحداث اول باول حتى وان قصر الاعلام العربي بما فيه الجزيره، يعني عشان برضو ايه ان يعني الناس بتقول لك ايه ما فيش الا الجزيره اللي بينقل. لا طبعا في غير الجزيره بينقل، لكن حتى وان قصر الاعلام العربي او احنا فشلنا نجيبه على الفضائيات، لا اعتقد الانترنت مليان بالبث المباشر من داخل باحات بيت المقدس ومن داخل مدينه القدس نفسها. فنقدر نتابع اللي احنا عايزين نتابعه، ونقدر نشيره، ونقدر نبعته على الواتساب، نقدر نبعته على الماسنجر، نقدر نعمل ده. يعني ابسط ما فيها ان احنا نقدر نسلط الضوء على الاحداث هناك من خلال معارفنا، من خلال اصدقائنا، نقول لهم انتبهوا، اصحوا، فوقوا، هذه اولى القبلتين. يعني انت المفروض ان انت لو ما كانتش القبلة اتغير اتجاهها كان زمانك بتصلي لهذا المسجد، بتصلي في اتجاه هذه القبلة. فانت يعني ازاي قابل فكرة ان هي يعتدى عليها ويتم انتهاكها ويتم احتلالها ويتم تغيير معالمها ويتم العبث بها ويتم محاولات لهدمها؟ يعني مش فاهم يعني. طب ما هو لو حصل نفس الشيء بقى في مكة والمدينة، ما انت خلاص لو عاد أبراها من جديد ما انتوا هتقبلوا بقى. فلو المنطق ده شغال، ما احنا كده مش اي بقى فرج واي امل واي بركة من الله احنا بنطلبها يعني، وباي وش وباي عين. ثم ازاي احنا قادرين نقف كل يوم 5 مرات نصلي قدام ربنا وندعي اننا صالحون واننا نؤدي طقوس الاسلام ونسكه واحنا مطنشين؟ يعني احنا نيجي عند قضايا الاسلام ونتعامى ونتجاهل واننا نفسنا مش خدين بالنا، بس بقى ايه نجري ورا ابو الهول غمض عينيه، ورا مش عارف ايه ظهر فين، ورا مش عارف مين بيقول ايه، ده اللي نجري وراه.
لكن القضية الرئيسية الأولى القضية اللي مذكورة في القرآن بأنها لن تحل إلا بالحرب بصراحة وبوضوح، لها صورة خاصة بها يعني، لا بنتعامى عنها وبنسيبها ولا أكنها موجودة ولا أكننا يعني مكلفين بالجهاد في سبيل هذه القضية. دي نقطة. النقطة الثانية يعني ما حدث من صلاة في داخل باحات بيت المقدس أو في ما حوله يعني، وبالقرب من أو عند حائط البراق اللي هم بيسموه حائط المبكى، فيما يسمى بصلاة يوم القدس بالتزامن مع عيد قيام دولتهم المزعومة. وكأن الأمر عدى على الأمة العربية والإسلامية ان هو عادي ولا حد سمع بيه أصلا يعني، يعني ما اعتقدش ان في حد نسبة اللي اهتموا او اللي عرفوا او اللي سمعوا الموضوع او ركزوا معاه مش هيجوا 1% ده اذا كملوا 1%. وطبعا الصلاة دي ما هي الا اعلان ب يعني ايه السعي قدما في صهيانة القدس وصهيانة بيت المقدس والسطو عليه وانتهاكه، وهم غرضهم الرئيسي قبة الصخر. ويعني انا دايما تصوري يعني طبعا هو دكتور محمد يعني ايه وجهة نظره الرئيسية، لا لن يتم الاعتداء على المسجد او على بيت المقدس بالهدم. إلا إذا قاموا بتمثيلية ما وحصل اعتداء عسكري على المسجد الأقصى أو على بيت المقدس بسبيل يعني صاروخ خطأ ينسب بقى الفرقة الإسلامية ينسب يعني أيا كان. لكن في النهاية أنا وجهة نظري إن الجزء بتاع قبة الصخر النص ده هم هيستهدفوه بشكل أو بآخر عشان يبنوا الهيكل داخل الحرم المقدسي مش خارجه. لانه هل هم لما يدعوا ان حائط البراق ده جزء من الهيكل على اساس ان الهيكل لجوه ولا لبره؟ يعني خلينا بس ايه نفكر بالعقل ونفكر بالمنطق بتاعهم هم في السطو على الاشياء وفي السطو على الامور وفي هو الهدف الرئيسي بتاعه ان هو يتملك المقدسات. فاذا كنت انت كمسلم بتدعي بان الحرم المقدسي من جوه هو ده المقدس فهو لازم ياخده منك، هو لو خده بره يبقى خلاص ايه المشكله بقى، ما انت المشكله اتحلت. ما لو هي بره الحرم المقدسي ما كان ممكن تتحل من زمان باي شكل من الاشكال وخلصنا، ويبقى ليهم المعبد بتاعهم وخلاص وحقهم يعملوا معبد حقهم كاتباع دين كاتباع ديانه، كما ان للمسيحيين مثلا كنيسه القيامه وكما ان للمسلمين بيت المقدس، فهم هم يعملوا عبادهم ماشي على اساس ان القدس مدينه مفتوحه لكل الاديان زي ما قال السادات الله يرحمه. لكن هم مش عاوزين كده، هم عاوزين السطو على المقدس. ليه السطو على المقدس؟ عشان هم بيمهدوا الارض للدجال لمسيحهم، فازاي المسيح هيجي بدون ما يكون المقدس تحت ايده؟ خلينا بالعقل يعني عشان بس ايه ما نرسمش أحلام ونرسمش تخيلات ممكن تبقى بعيد عن الواقع أو بعيد عن هدفهم الرئيسي. ويمكن اللي بيأكد على كلامي ده النهاردة الظهور زعيم اليمين في الكنيسة وقيادته للمظاهرات مع المستوطنين واستهدافه لساحات البيت المقدس إلى آخره، زائد ظهور بقى رجل الهيكل نتنياهو. نتنياهو مش بقى اقول يعود من جديد، نتنياهو يعني عائد لاجل ان ينفذ الدور المكلف به وهو ان يستحضر المسيح، ان يستحضر المسيح مش انه يبني الهيكل. بناء الهيكل خطوه في استحضار المسيح، خطوه من ضمن 6 خطوات. هم اوريدي دلوقتي نجحوا في 3 منهم يعني على 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 ابسط تقدير، وبيسعوا للثلاثه التانيين.
من ضمن اللي نجحوا فيه مثلا تفريغ الارض. بص بقى حوالين المسجد الاقصى وبيت المقدس والقدس وفلسطين، بص عدد السكان الاصليين اللي سابوا اراضيهم ومشيوا تحت اي بند بقى. فده نوع من تفريغ الارض. من ضمن الخطوات برضو اللي هم هيبقوا السعي اليها طبعا تهويد القدس، وتهويد القدس ده يحتاج بقى ايه خطوات قانونية ودستورية الى اخره هتؤدي الى تسريع الوتيرة على الارض. والخطوات دي محدش يقدر ياخدها غير نتنياهو، على الرغم من ان نفتالي بنت النهاردة طالع يدي تصريحات عنترية نقول ايه ذات طابع ديني، يعني يؤكد فيها على صهيونية القدس وصهيونية بيت المقدس وضرورة بناء الهيكل إلى آخره. بيحاول يعمل أرض يسحب البساط من بيلعب لعبة سياسية، يعني ما يخصناش مع نتنياهو، ما يخصناش بقى، يعني دي قصة تانية. خلينا نركز مع نتنياهو تحديدا، لأن نتنياهو أنا بقول نتنياهو راجع، نتنياهو راجع، هذه الحكومة هتقع قريب ونتنياهو هيجي عشان ينفذ اللي هو مكلف بيه باستحضار المسيح كما هم يخططون. يعني مش بقول ان هو هينجح في ده، لكن هو هينجح في بناء الهيكل. الهيكل هيبنى هكذا يقول القرآن قبل اي شيء تاني، فليتبروا ما علوا تدبيرا. انتشر بقى ايه كام فيديو كده في اليومين اللي فاتوا دول مع الـ مع الـ مع الاحداث في القدس، بحاجات الحقيقة بتدل على حاجة من الاتنين، يعني يا جهل متقع من اصحاب الفيديوهات دي ودليل على ان هم باراشوتات نازلين على القضية بدون ما يذكروها، بدون ما يعرفوا اصل الموضوع ماشي ازاي. مش عايز اشكك فيهم، يعني مش عاوز اقول ان الناس دي بتغيب المتلقي، لكن يعني هكون حسن الظن بانهم جهلة نازلين بالباراشوت وخلاص. زائد بقى جهل كمان المتابعين اللي بيتابعوهم، اللي هو يعني انا حتى ما بشوفش تعليق واحد لحد بيقول له يا عم اللي انت بتقوله ده غلط، او اللي انت بتقوله ده شيء قديم مثلا وانت بتعيده على انه حاجه جديده او بتقدمه على انه شيء جديد. وهو مثلا النداءات اللي بيقولوا ان هي تمت، انا ممكن اكون سمعت بعضها والبعض الاخر ده يعني قديم. وهو مثلا النداءات بتاعت نداء الموت العرب، العربي الجيد هو العربي الميت، نداء محمد مات. وأن هذه النداءات تعبر عن بداية النهاية للصهيونية. يعني يا سادة يا كرام، هذه النداءات قديمة من قبل أحداث 2011، يعني انتوا متأخرين قوي، جايين متأخر بكتير. يعني هذه النداءات تقال ويقول ايه، يعني يتم التظاهر بها من قبل 2011. وطبعا بعيدا عن سفالة قول ايه السفالة والتطاول والنيل من حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن يعني وإن كان ده بيدل على أن المصدر الرئيسي لأي تطور على سيدنا النبي هو من عندهم، حتى وإن كان هذا التطور في النهاية على يد المسلمين ذات أنفسهم بسوء سلوكهم وسوء تصرفاتهم، لكن المنبع أو استهداف حضرة سيدنا رسول الله بالتطور ده من عندهم هم، الفكر الدجالي الصهيوني الصرف. فالأمر ده مسكوت عنه من زمان، يعني المسلمين بيسمعوا بإهانة سيدنا رسول الله من زمان ولا يحركون ساكنا. فكان الأولى بدل ما نقول إن هذه بداية النهاية، كان الأولى نقول إلى متى، إلى متى سنسمع وسنصمت، إلى متى سنرضى بإهانة سيدنا النبي من القردة والخنازير اللي احنا عارفينهم بقى، الى متى سنرضى بذلك. ادي واحد. النقطة التانية بقى، العربي الميت هو العربي الجيد. هو هنا الجملة خطيرة جدا،
لان هو مش يقصد بيها العربي الميت حرفيا مقتول ميت يعني مات، لا ده جانب، ده 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 شيء اخر. لكن الحال اللي احنا عليه فيه ده دلوقتي كامه، امه ميته بلا روح، فاحنا بالنسبه لهم كده يا سلام في احسن الاحوال في اجودها، عارفين يعملوا كل اللي هم عايزين يعملوه. فالعربي الميت هو العربي الجيد، ميت بقى جسديا او ميت روحيا. فالامر بايدكم، الامر بايد حضراتكم، يا تفضلوا اموات بالطريقه اللي هم بيتكلموا بيها دي، وتسيبوا بقى ايه فلان يطلع لك يعمل لك فيديو يقول لك اصل دي بدايه النهايه، وسيبوا علان يطلع يعمل لك فيديو يقول لك اصل دي مش عارف الايه. براحتكم يعني، احنا انتوا عايزين تقضوها فرجه ومخمضه ومصمصة الشفايف كما تشاءوا يعني، الامر بايدكم. في ناس طالعه برضو يقول لك ايه ان الهيكل هو رجسة الخراب اللي هيهدها الامام المهدي. يا عم بالله عليكم كفايه هبد وفتي بدون علم، رجسة الخراب لا تخص بيت المقدس، رجسة الخراب تخص البيت الحرام. والهيكل يهدم على يد صاحب مصر مش على يد الامام. يعني مش عارف ايه الاصرار على لخبطه الناس. يعني هو انت لما تطلع تقول ان هو هيهدم على ايد صاحب مصر هتخسر حاجه، ولا انت كده تبقى اعترفت ان في صاحب مصر، ولا كده تبقى انت مثلا قلت كلمتين في حق محمد عيسى داود من غير ما يعني بطريقه غير مباشره؟ يا اخي حرام عليكم تقولوا لا شويه، تحروا الصدق في اللي بتقولوه، تحروا الصدق في اللي بتقولوه. ركسة الخراب تخص البيت الحرام ما تخصش بيت المقدس، وركسة الخراب في وجهة نظري انا هيبقى برج الساعة. نتحرى الحقيقة شوية، نتمسك بأصول العلم، في نصوص، ما تطلعش تهزي، ما تطلعش تهبد. طبعا ناس كتير من حضراتكم سألوني عن حفل الأهرامات، وأنا لما نشرت على الفيسبوك تقرير من أحد القنوات الإسرائيلية قناة كان نيوز، يعني جات لي بعض التعليقات كده بأن لا ده مش حفل للسفارة الإسرائيلية، ده حفل الفرقة الإسرائيلية اسمها فرقة النور، والحفل ده ما اللي انت نشرته ده حفل فيك. ما علينا يعني. طيب خلينا بس الأول يعني ايه نمسك الموضوع واحدة واحدة وتاتا تاتا كده، عشان ايه ما نتوهش من بعضينا وما ندخلش السلوك في بعضها ونخلط الحبل بالنابل. اولا ده مش الحفل الاول للسفارة الاسرائيلية في مناسبة وطنية اسرائيلية على ارض مصر، ايا كان بقى الحفل يقيم فين، في الهرم، على النيل، في مقر السفارة، ده مش قصتي. ده مش اول حفل اسرائيلي بمناسبة وطنية اسرائيلية على ارض مصر. كان اشهر الحفلات حفل السبعين سنة في 2018 اللي كان معمول له بقى حفله وعلى النيل وبتاع، وكان قصه كبيره، ومدعو فيه بقى ايه يعني امه لا اله الا الله. فاحنا بنتكلم في ايه؟ ادي واحد. اتنين، الاعلام الاسرائيلي لا يكذب. خد بالك من الحته دي بس كويس، يعني قبل ما تطلع تهاجمني وتقول لي اصل لا الفيديو اللي انت جايبه ده واضح ان الصوره دي فيك، صوره ايه اللي فيك؟ فيديو ايه اللي فيك؟ هو يعني اي كلام بنقوله خلاص؟ اي هبد؟ يعني اي كلمتين نرميهم ونخلصنا عشان بس نغلوش على الكلام؟ ما تبص للفيديو كويس. الاعلام الاسرائيلي لا يكذب على شعبه لما يقول ان في حفله عند الهرم من نظمتها السفاره الاسرائيليه، يبقى ده خبر صحيح. والفيديو اللي هم عارضينه ده مش، دي مش صوره، ده فيديو. ويبدو ان هو في عند منطقه الصوت والضوء مثلا حاجه زي كده على المصطبه اللي هناك. לא בכל יום תזמורת ישראלית מגיעה להופיע במצרים. למעשה זה לא ממש קרה במשך עשרות שנים. כמה ימים הגיע הרגע הזה כאשר התזמורת. فانت هنتكلم في ايه يعني؟ ادي واحد.
كون بقى ان في حفله تانية اقيمت في السفاره اقيمت في حته ده قصه تانية ما يخصنيش برضو. في نفس المهم ان في حفله اقيمت للاحتفال بعيد وطني خاص باسرائيل. ادي نقطه. النقطه الثانيه لا ده الحفل خاص بفرقه النور الاسرائيليه. يعني ده يعني ده عذر اقبح من ذنب. يعني بي 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 بنتمحك في حفل تاني ألعن او اضل سبيل ماسوني صرف تلمودي صهيوني. ها انتوا بتفتحوا النار على نفسكم ليه؟ مين بقى اللي ادى التصريحات بكده؟ ووزاره الاثاره اهي يعني مصرحه ان هو واخد تصريحات رسميه علنيه. عايزين نفهم بقى مين اللي عمل كده. ونحلل الحفلة بتاعت فرقة النور دي ولا مفيش داعي نحللها؟ مفيش داعي نتعرض لها؟ ومش شايف يعني جهابزة تحليل الشفرات الماسونية اللولبية على الفيسبوك وعلى اليوتيوب بيحللوا الحفلة دي يعني؟ مش شايفهم يعني؟ ايه؟ الأوامر مش جايه لكم كده؟ يا ريت نبطل نستغفل الناس. العالم دلوقتي خلاص ما بقاش منغلق. الحاجة ده بضغطة زر. بضغطة زر الحقيقة بتتعرف. بضغطة زر. مفيش حاجة مستخبية. كله مفتوح على بعضيه. كله مفتوح على بعضيه. وإذا كان الكبار قوي بتصوروا صوت وصورة فما بالكم بقى بالأحداث العامة. فمنخبيها ازاي الأحداث العامة وجوه بلدي يعني جوه مصر. بنخبي ايه؟ بنداري على ايه يعني؟ زي برضو الحفلات اللي كانت في سينا. اقول لك لا اصل دي مش عارف كانت في فندق ايه. لا نقلها فندق ايه يا صلاة الزين. الحفلة المبدأ اصلا. طب هما يسمحوا لنا ان احنا نخش نعمل حفلة في القدس؟ يعني هل اسرائيل هتقبل ان احنا الشعب المصري او الشعب العربي يخش في اي مناسبة دينية يقيم احتفالية في بيت المقدس؟ او في الحرم الابراهيمي في الخليل مثلا؟ جاوبونا. لو كده احنا مستعدين نروح. هناخد الختم بتاع اسرائيل. انا هاخده. ها بس المهم نخش نعمل اللي احنا عاوزين نعمله زي ما هو بيخشوا. ولا هو التطبيع ليهم هم يعني التطبيع بقى ده من طرف واحد طرف واحد بس اللي بيكتسب منه؟ ما عايزين نفهم هو تطبيع ولا استعباد. ما هو يعني اصل التطبيع اللي انا افهمه يعني حتى لو هنمشي بمنطق التطبيع اللي انتوا عايزين تنفذوه ان في تبادل منفعه. في تبادل مصالح بين شعبين. ده المفروض يعني اللي هو اصلا احنا مش قابلينه ولا هنقبل بيه. ولا هنقبل بيه. انت بتتكلمش ليه؟ انا قاعدين ما بتكلمش عشان مش عايز اوصل لما ايه ان انا هقول كلام مش حلو هيوجع قوي. استغفر الله العظيم. طيب يعني عايز اقفل الـ 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 الكلام في النقطه دي دلوقتي. وامر سينا بقى وشهداء سينا في الماضي والحاضر وابناء الشهداء دول في الماضي والحاضر وعائلاتهم. ها الشهداء دول اللي دماءهم اعادت ناس على كراسي. دماءهم اعادت ناس على كراسي. بس طيب في يعني امبارح جالي كذا سؤال بخصوص مقام سيدي يحيى المتوج بالانوار. يعني اعتقد الدكتور محمد عيسى داود في الموسم الثالث قال رأيه في الامر
ويمكن حدث بعض سوء الفهم ويعني لغط في بعض الأمور، لكن في النهاية دكتور محمد اتكلم في الموضوع. اما رايي انا الشخصي فانا ما اعتقدش ان رايي الشخصي هيقدم ولا هيأخر لسببين. السبب الاول انا ما زرتش المكان، ما اعرفش يعني ما شفتوش رؤى العين فما اقدرش احكم عليه. دي حاجه. الحاجه الثانيه كل ما سمعته من ناس اثق فيهم يعني كلام احسبه طيب، لكن قناعتي باللي سمعته ايه مش هتفرق معاكم في حاجه بقى، يعني سيبوها لي لنفسي. دي حاجه مع الرغم من ثقتي في كل الناس اللي سمعت منهم، يعني ما سمعتش من ناس لا اثق فيهم، بالعكس ناس اثق فيهم جدا، لكن قناعتي انا بالامر يعني بقى ايه دي لي انا. طيب، جدر القرود بقى والانفلونزا الطماطم وعبط المعيز وهبل النسانيس والجو ده، مع يعني طبعا سابقه الجائحه او هنقول ايه الامر المصطنع بما يسمى كورونا ولقاحه. والله براحتكم، يعني انتوا لو انت تستسلموا للهطل ده، يعني لو انت تستسلموا بقى لشغل الجنان ده ان كل شويه يطلع لكم جائحه جديده بتفرض عليكم قيود وتفرض عليكم نمط حياه يحولكم لروبوت، يعني مجرد كائنات كده بتتحرك وخلاص، ولا انتوا احرار يعني براحتكم. الامر بايدكم، برضو زي كده ما قلنا الامر من شويه، قلت الامر بايدكم، في امر سب سيدنا النبي، في امر القدس وبيت المقدس، في امر يعني كل حاجه، الامر بايدكم براحتكم. مفيش ملائكه هينزلوا على الارض ينجدوكم، مفيش، ده مش هيحصل. مفيش سوبرمان وباتمان وسبايدر مان هيجوا عشان خاطر ينقذوا البشرية، ده مش هيجي. مفيش إمام ولا فيش رجالة الإمام وحضراتكم قاعدين مفخدين كده. انسوا الكلام ده، شيلوه من دماغكم، شيلوه من دماغكم. الأمر كله شرعي. فهموا الكلام ده، ربنا سبحانه وتعالى حاطط الشرط شرعي. إن عدتم عبادا لله، خلاص. وأول العودة في طريق الله أو لطريق الله هو عن إيه؟ ترفض الظلم وتطلب الحق وتعلو من قول الحق. وحضر سيدنا الإمام علي وضحها، فلا تزولوا عن الحق وولاية أهل الحق. كلام واضح، ولا سيف إلا الحق. الكلام واضح، فبرحكوا يعني الحق سيف. الحق سيف، من التزم الحق مسك في ايده السيف فهينتصر. والحق اسم من اسماء الله، يعني الحق هو الله. فاذا نصرت الحق اي نصرت الله، فان تنصروا الله ايه ينصركم ويثبت اقدامكم. بس القلب بقى، القلب. اما برضو الاسئلة اللي بتيجي فيما يخص يعني الامعان في الظلم والقهر وسياسات الفقر والتجويع والتعطيش والى اخره، برضو الامر بايدكم. يعني حضرتك النهاردة لما بتسألني منتظر ان انا اقول لك ايه، اقول لك مثلا والله انا عندي جوه زرار هدوس عليه المشكله هتتحل، او دكتور محمد مثلا هيفتح البنوره السحريه بتاعته، يعني مش فاهم يعني ما منين يعني ازاي. الامر بايدكم كله على بعضيه كده، الباكج واحده، هي عامله زي ايه؟ زي البولينج. هاتها سترايك بقى، هتضرب بس الكره صح، هتضرب الباليه صح عشان تجيب ايه سترايك وتخلص. ما تقعدش بقى تاخد لي ايه عروسة وازازة كده، انت مش هتنتهي. وبعدين يعني مع انتشار فضائح
او ها خلينا نقول كلام عن فضائح لمسؤولين والسياسيين والرجال اعمال والى اخره. فيعني اعتقد دي اشارة بتقول ان يعني ما خفي كان اعظم، وان في الباطن امور او في الخفاء امور تصل الى حد خطير في عقيدة الأمة. وبعدين يعني مع كامل احترامي وتقديري للسيدة الوزيرة نبيلة مكرم، فمعلش يعني هو هي حضرتها ما عرفتش بالجريمة بتاعت ابنها إلا في الأسبوع اللي فات ده، يعني ما عرفتش من شهرين من ساعة ما حصلت، مش عارف. أما بقى إيه دعوات التعاطف معاها فلا تعليق. ليه لا تعليق؟ لأن الجريمة مع سبق الإصرار والترصد داخل منزل ابنها. فدي ما فيهاش صدفة، ما فيهاش حاجة، يعني ما أعتقدش دي مفتعلاله، يعني أعتقد إن في سر كبير في الأمر ده. واعتقد ان الـ يعني جهات التحقيق الامريكيه ما لهاش اي مصلحه في افتعال اي شيء او في اختلاق تهمه ما او ما شابه يعني لابن سياده الوزيره، ما تهقليش يعني. وبعدين سياده الوزيره يعني في امور قبل كده مصريين في الخارج اشتكوا منها حضرتها ما 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 ما, ما اسعفتهمش. فمش عارف يعني على اي حال هيبان في الايام اللي جايه ديت ايه التفاصيل بالظبط، مش عايزين نسبة الاحداث، لكن اكيد الاعلام الامريكي والجهات التحقيق الامريكيه هتبين يعني حقيقه الامر. ولازم نبقى منتبهين بان الدوله الان تعيش حرفيا في كل ما قدم من سياسات وأفكار في العبس والعبسين مررت من خلال صفحة المحفل، صفحة المحفل، سواء بقى تشريعيا وآخرها قانون الأحوال الشخصية الجديد بتاع الطلاق اللي هو يعني مش عايز أناقشه دلوقتي لأنه محتاج كلام تفصيلي لوحده يعني، لكن أنا عايز بس أقول حاجة صغيرة كده. الأصل في الزواج والأصل في الطلاق الشفاهة، شفاهة مش كتابة بس، يعني ده مبدئيا بس، ده ألف به، بعدين بقى إيه نبقى نناقش الإيه التفاصيل القانون ده ممكن بعد كده لوحده بشكل منفرد. وفكريا إحنا دلوقتي بقى عندنا ما شاء الله يعني قنوات فضائية بتقدم برامج وإعلاميين وتوك شوز ومسلسلات وأفلام بتنادي بأفكار إلحادية صرف، سواء بالعبث بأصول الدين وثوابته أو بتجريمها أو تعطيلها أو ما شابه يعني. وبقى ده شيء علني والجهر به بقى شيء واضح يعني، زائد فتح الباب لكل ما هو دجالي. يعني احنا فاتحين الاعلام بتاعنا لكل ما هو دجالي، سواء بقى من بتوع الترو، من بتوع حظك اليوم، من بتوع ادعاء العلم، بنفتح لهم مجالات للكلام ونجيب لهم قدامهم ما يسمى بشيخ وما هو بمتخصص يعني. وربما لو 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 كلمناه في اللي هو ممكن يكون بيفهم فيه هيبقى ضعيف، بس خلينا لو نركز الكلام على امور اشراط الساعه هو بالاصل غير متخصص فيها. ودايما برجع حضراتكم لمولانا الحبيب ابو بكر المشهور وما قدمه من علم اسسه، انا بعتبره هو اسسه حضرته، وهو الركن الرابع او ما سماه حضرته الركن الرابع، وهو فقه التحولات. الامر مش عبسي، العمليه في الكلام في اشارات الساعه مش لكل من هب ودب، حتى لو كان ازهري، حتى لو كان ازهري، لان مش معنى ان هو دارس فقه
ان هو فاهم في فقه التحولات. اللي عايز بقى يفهم الفرق ده كويس يسمع مولانا الحبيب ابو بكر المشهور عشان نوفر على بعض الايه الكلام، يدور كده على دروس فقه التحولات لمولانا الحبيب ابو بكر المشهور ويفتح كده ايه مخه وودانه وقلبه وعشان كده يفهم، سواء كان سني كان شيعي اباضي بين البنين مش لاقي له مكان وسطي محمدي ايا كان انت مين، اسمع كده جرد نفسك واسمع عشان تفهم، يمكن ربنا يفتح لك، يمكن ربنا يفتح لك وتستوعب ان الامر مش عبثي، وتستوعب ان الامر اكبر من ان يتناولوا ناس بالجهالة دي. بس ده ابسط شيء اقوله، ده ابسط شيء اقوله، لان مفيش حد طلع على الاعلام الفضائي له ثقل في هذا الامر. بس وطبعا دكتور محمد لما بيطلع في الاعلام الفضائي محدش بيسأله في الامور دي خالص، بيبعدوا خالص، بيستضيفوه على سنه هو خبير او خبير في الامن القومي، مستشار الامن القومي، ماشي بيسألوه في الامور الامنية. اوكي براحتكم. الحمد لله ربنا وفقنا ان احنا قدرنا نعمل معاه هذا الرصيد من الحلقات اللي سلطنا فيها الضوء ووضحنا فيها امور كتير وعملنا منهجية سليمة وارشيف الامة ترتكن اليه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده بخلاف بقى ان في تصريحات رسمية واداء رسمي كده معين ياخدنا لامور تخص حلقة النهاية، فكله في وقت ان شاء الله مش هتكلم فيها دلوقتي، لكن احذروا احذروا ان تقعوا في فخ الكفر والالحاد بالتبعية. وبالرضا والتسليم، ها احذروا. البعض بقى تسألني عن ما يسمى بمؤتمر المناخ، وهل مصر يعني في حال تسمح لها باستضافة مؤتمر زي ده واحنا في الظروف الاقتصادية ديت، وموضوع التظاهر والسماح للمشتركين المتظاهرين من الوفود الأجنبية بالتظاهر إلى آخره. والله طبعا حتة الأمور الاقتصادية يعني بتتكلم عن نفسها، فازاي مش ازاي الاجابة مش عندي، يعني وزير المالية قال الاجابة واضحة وصريحة فالاجابة مش عندي، فهو اكيد في قرض هناخده عشان نعمل بيه المؤتمر ده، ده الاكيد يعني، ما هو وزير المالية اللي بيقول كده مش انا اللي بقول، قال لك انا بستلف. اما بقى السماح للمتظاهرين يعني اذا صح ان في سماح للاجانب او الوفود الاجنبيه بالتظاهر وتخصيص اماكن للتظاهر ليهم في شرم الشيخ من اجل القضايا اللي تخص المناخ الى اخره، فاحنا والله نرجو من يعني من الاخوه في الحكومه انه يعاملونا المعامله بالمثل مع الاخوه الاجانب ويسمحوا لنا احنا كمان بالتظاهر. الكثير من حضراتكم الفتره الاخيره بيسالني فين حلقات السحر، ليه ما استكملتش حلقات السحر؟ والله يعني يمكن ده من الاسباب اللي خاصه مخلياني ان انا يعني لان الحرب شديده، يعني انا هقول كلمتين باختصار، يعني الحرب علينا بالذات في الست شهور الاخيره مش عاديه، يعني مش يعني ظاهرا وباطنا مش سهله، ويمكن احنا بنفقد اعزاء لينا سواء بالوفاه او بالابعاد والخصام من خلال ضربات معينه كده بتحصل، يعني بدون الخوض بقى في تفاصيل احنا متاكدين منها نكاد نكون نعرف من يفعلها يعني. والحرب دي مش سهله، يعني ما حدش يتصور ان الامر هين، يعني لا الامر مش سهل ورزل، لكن عايز اقول ايه، هم لا يتمكنون الحمد لله رب العالمين، هم بيتمكنوا من احداث الضرر من خلال الطرف الاخر المستهدف،
يعني هو مش بيستهدفك لوحدك، هو بيستهدفك مع طرف اخر، هو انت بالنسبه له او الطرف ده بالنسبه لك مدد، بالنسبه لك داعم، بالنسبه لك سند، بالنسبه لك من هذا شيء من هذا القبيل، فبيستهدفكم انتوا الاثنين من اجل قطع هذه العلاقه او تدميرها او دحرها او ما شابه، عشان يكسرك نفسيا، يكسرك يعني يصيبك بشيء من الحزن ما شابه يعني. فللاسف الشديد هم بينجحوا مع الاطراف الثانيه يعني، الحمد لله معانا بنقدر يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني مكننا ان احنا نتصدى لهذه الامور، ومكننا برضو ان احنا نوعي اطراف حوالين مننا بيتم استهدافهم، والحمد لله بيستوعبوا اللي احنا بنقوله وبينتبهوا وبيركزوا وبيقدروا يستجيبوا للامر. يعني في بعض لسه ما استجابش او مش واخد باله او يعني كده، لكن ان شاء الله وراهم. انا هكمل حلقات السحر طبعا، اللي هي كانت سبب في اشتداد الحرب دي على فكرة. يعني الحلقات اللي انا عملتها بخصوص السحر كانت هم فهموا ان انا بدأت اعلن الحرب عليهم، زي ما اعلن الحرب كده انا وكابتن سيد على الدجالين والنصابين اللي منهم مشتركين في امر السحر على فكرة. يعني في منهم كتير مشترك في امر السحر، اذا كان كلهم ملابيس ففي منهم بقى كتير بيقوم بعمل سحر، ويتكاد تكون هناك شبكات. انا قلت في حالات السحر ان في شبكات موجودة على الفيسبوك ستات برجالة. يعني الله المستعان هنتكلم في الامر ده. ويمكن اللي شجعني ان انا البعض بعت يسألني في بعض الامور التي تخص ناس بيتمسحوا بالسادة آل البيت، ناس بيتمسحوا بمقامات الصالحين، بيزوروا كتير، بيعرضوا هدايا على اخرين، زي مثلا قصاصات من القماش دي مثلا من عند فلان سيدي فلان، دي من عند سيدي علان، سبح، خواتم، عباءات، طرح، عمامات، كل هذه الامور، عطور حتى لو كانت عطور طبيعيه، مسك، عنبر، ما شابه. ما تقبلش الكلام ده من حد، ماشي؟ يعني ما حدش كده يطلع يقولك ايه خد دي هديه مني، اوعى تقبل ده. إلا بقى ده ابوك، امك، خالك، عمك، يعني حد بتثق فيه بزياده عن بزياده، بتثق فيه قوي، بتثق فيه ثقتك في نفسك. اما اللي عايز يهديك هياخدك من ايدك يوديك المكان اللي هو عايز يهديك منه ويقولك نقي الهديه اللي انت عاوزها، ده عشان هو كده عاوز يهديك بنيه سليمه صافيه. لكن يمد ايده في جيبه ويطلع يقولك خد ده هديه مني ليك، اوعى تاخدها. خلاص، انا قلت اللي عندي، انا قلت اللي عندي، لان اذا كان هو واحد منهم فانت هتضيع. خلاص، باختصار هتضيع، هتبقى اسير له من غير ما تشعر. هيعمل فيك اللي هو عاوزه، وانت هتبقى في قمة الاستلزاز، شاعر ان هو ده يعني بص ده ملاك نزل من على السماء نزل لك انت مخصوص. اديني انا بختصر الكلام قبل ما يجي بقى وقت التفصيل. في بقى اخر نقطة هتكلم فيها، حاجة يعني بتحصل معايا في الفترة الاخيرة، تهديدات. اول حاجة يعني تهديدات بتيجي، سواء بتجيلي بشكل مباشر او بتجيلي من خلال بفاجئ مثلا بعض المقربين، بيقول لي مثلا خد بالك انا فجأة لقيت حد بتواصل معايا وبيجيب سيرتك، وواضح ان في حاجة يعني، او هم مستهدفينك او حاجة زي كده، انه شخص غريب معرفوش ولقيته بيجيب سيرتك بطريقة غريبة جدا وبيتكلم عنك بحدية الى اخره. او تهديدات من جانب ان انا ساعات بفتح باب الشقة بلاقي حاجات كده، ها شخص بقى كده يعني حاجات معينة كده، ما علينا يعني. او تهديدات بتيجي في التعليقات، تهديدات بتيجي في التعليقات. يعني انا قلت قبل كده يا جماعة انتوا ليه بتهددوا، ما تنفذوا على طول، يعني من فضلكم انا طالب التنفيذ. خلاص، نقطة من اول السطر بقى، مش عايز بقى ايه هطل وهبل، انا عايز التنفيذ، من فضلكم نفذوا باختصار. اما بقى ايه الحملات اللي دايرة، لان يعني ربنا بيريد يكشف الامور. يعني في كده ايه ناس دايرين على الفيسبوك على الماسنجر يبعتوا رسائل
الناس اللي في الاصدقاء عندي او الاعضاء في الصفحه عندنا انتوا بتتابعوا الراجل ده ليه؟ ده الراجل ده مش كويس، الراجل ده سمعته مش عارف مالها. انا سيء السمعه، انا راجل منحرف او شبه منحرف زي ما انت هتحب يعني. ماشي، ريح نفسك، عندك حاجه تقولها عليا من فضلك اطلع قولها في فيديو كده، وطلع الحاجه اللي عندك وقولها، وبطلوا الاسلوب الوسخ ده خلاص من الاخر يعني، عشان انا يعني ايه زهقت، انا زهقت، لان القصه دي دايره بقى لها سنين على فكره، مش حاجه جديده يعني. ويمكن انا من فتره كنت على حسابي الشخصي مشير بوست من 2016 بنفس المعنى ده، بالناس برضو اللي بيقعدوا ايه ودودوا يقعدوا يهروا. لا، اللي عنده حاجه يطلع يقولها في فيديو كده، يطلع كده شجاع او هي شجاعه، يطلع ويقدم اللي هو عنده ده في فيديو ويخلصنا بس. بلاش بقى ايه الشغل اللي مش عايز اسمي الحاجات دي، عايز ابقى مؤدب يعني. ومتى تنتهي هذه الكرة؟ حين نعود ثانيا عبادا لله، فإن شئتم فأطيلوها وإن شئتم فقصروها. اسف لو كنت طولت على حضراتكم، وارجو ان انا اكون جاوبت على غالبيه الاسئله اللي حضراتكم بعتوها لي، واكون جاوبت على السؤال اللي اتكرر الفتره الاخيره كتير، ليه ما بتطلعش. الى ان ياذن الله فان انا اطلع لكم تاني لوحدي مره اخرى. اشوف حضراتكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.